بالنسبة للقطاع الصحة لولاية مسيلة، يعني إن شاء الله قبل نهاية 2024 سيعني تجني ثمار هذه المشاريع المهمة واللي ينتظر منها المواطن المسيلي آمالا كبيرة. مستشفى الأمومة المقاطعة الإدارية بوسعادة، المستشفى 2240 سرير ببلدية سيدي عيسى، مستشفى 240 سرير ببلدية مسيلة، و60 سرير ببلدية حمام ضلعة. هذه المشاريع الإجراءات التجهيز نتاعها راهي على وشك الانتهاء، والتزام من يعني المقاولين ومن مختلف المصالح المكلفة بعملية يعني تجهيز هذه الهياكل الصحية المهمة ستكون إن شاء الله قبل نهاية أقصى حد نهاية 2024.